يا جماعه، الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها في ايه؟ ايه المعادلتين من الدرجه الاولى دول؟ ايه المعادلتين من الدرجه الاولى؟ يعني انا عندي مثلا معادله زي كده، س زائد ص تساوي 3. هتلاقي س اس 1 وص اس 1، مفيش فيها تربيع. طب المعادله من الدرجه الثانيه اللي هي مثلا فيها س تربيع، ممكن تلاقي الص ما لهاش تربيع، ممكن تلاقي الص ما لهاش تربيع، تساوي 5. دي يقولوا عليها درجه اولى، بيقولوا عليها درجه ثانيه. كلام سهل. طب الدرجه الثانيه ممكن يكون هما الاثنين عليهم تربيع، سالفه 7 دي برضه درجه ثانيه. طيب ممكن يكون هما الاثنين ما عليهمش تربيع ولكن ملزوقين في بعض، يعني زي س ص، س ص تساوي مثلا 8. واحد يقول لك بس ما عليهاش تربيع، بس لا، ما هو خد بالك، اصل س ص ملزوقه في بعضها، دي معناها ايه؟ معناها ان هما مضروبين في بعض، يعني هما بيعملوا كده. واحنا لما بنيجي نحسب الدرجه بنعمل ايه يا جماعه؟ لو هما ضرب بنجمع الاسس، يعني اس 1 ودي اس 1، واحد وواحد اثنين، يبقى دي درجه ثانيه، مع ان شكلها دي درجه اولى ما فيهاش تربيع بقى. ودي يحب يكتبها كتير جدا في الاختيار، يقول لك المعادله س ص تساوي 8 تساوي سالب 3 تساوي سالب 5 من الدرجه نقط، كل الناس ما يلاقيش فيها تربيع، يقول لك من الدرجه الاولى، لا هي درجه ثانيه، طالما الس والص ملزوم بعد كده فدي درجه ثانيه، درجه ثانيه. نفس بتاعنا بقى بيعمل ايه؟ بيجيب معادلتين للدرجه الاولى ويحلهم جبريا وبيانيا. انا هبدا بالجبريا عشان هو اسهل شويه، يعني انا شايف الجبريا اسهل شويه وما فيهوش رسم ولا بتاع، عشان برضه انت لسه ايه طالعين من الاجازه وبتاع، لسه في ناس في الاجازه. ايه بيجي من الاخر السؤال بيجي ويحل المعادلتين على طول بقى، يقول يديني مثلا معادله كده تقول لي ايه؟ ص زائد س تساوي 7 بعد الكتاب المعاصر كده، و ص تساوي 2 س زائد 1 جبريا. طب ممكن بدل ما يقول لي حل المعادلتين بيقول لي يوجد مين حق اي حاجه، وبعدين كاتب لي ايه يا جماعه؟ كاتب لي جنب المساله كده اللي بعد الجبريه دي، يقول لي حل المعادلتين، بس هو كاتب لي ايه؟ في ح في ح، يعني ايه في ح في ح؟ يعني عايز يقول لي ان الاجابه بتاعتك طالما ده الضرب اللي حصل، الضرب الكارتيزي اللي خدناه الترم اللي فات، يعني معناه من الاخر اخر اجابتك هتطلع زوج مربع. هنشوف دلوقتي ازاي، سيبك من ح في ح والكلام ده، خلينا في المعادلتين بس. المعادله الاولى انا يهمني في القصه كلها هي المعادله دي. المعادله دي ص زائد س تساوي 7، دي هدي لازم هاجي على المعادله الثانيه دي احاول اشيل منها. انا ملاحظ ان اللي يساوي ص وس في ناحيه والعدد اللي من غير ص وس في الناحيه الثانيه، هخلي المعادله دي زيها بالظبط، زيها بالظبط ازاي؟ يعني هدي الاثنين س دي هدخلها جوه هنا بعكس شويه، اثنين س دي هنقلها مع ص، يعني ص هي لما تنقل هتبقى سالب 2 س تساوي 1. دي اول حاجه بعملها في المعادلتين، ان اظبط شكلهم. اظبط شكلهم ازاي؟ ادي علامه المساواه، الناحيه دي تبقى ص وس، الناحيه دي عدد من غير ص وس، ده اول حاجه. فلما لقيت في الناحيه اللي بعد اللي يساوي س قمت ناقلها قبل اليساوي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه اتاكد ان الصادات تحت بعضها، السينات تحت بعضها، الاعداد تحت بعضها، كده نظبط شكل المعادلتين. والله هو جابهم لي مظبوطين من الاول خير وبركه، ما جابهمش انا اظبطهم انا. طيب تمام، كل ما عليها يا جماعه في المعادلتين دول ايه بقى؟ قال لك في الرياضيات ما ينفعش ان انا احل معادله يكون فيها ص وس كده، طب امال نعمل ايه؟ قال لك هتلاقي كمان معادله صديقه لها فيها ص وس، وحاول تضيع الصاد او تضيع السين. تاني، حاول تضيع الصاد او تضيع السين. طب اضيعهم ازاي يعني؟ قال لك بسيطه جدا، هو انت لو طرحتهم من بعض، انت لو عملت طرح كده مش دي هتبقى صاد، ما الصاد هيضيع. بس انت طرحت دي لازم بقيه المعادله تكمل طرح. طبعا واحد يقول لك بس مفيش عدد هنا، مفيش عدد هنا، كان في واحد، هتقول انت عامل ايه؟ واحد ناقص سالب 2، انا بطرح ده ناقص ده،
يعني اعمل 1 ناقص سالب 2 على الاقل، طبعا دي 3 لان سالب في سالب بموجب، فهتبقى 1 2 3. ففي ناس قال لك عشان ما توجعش دماغك ونقعد بقى نقول 1 ناقص ناقص، قال لك ايه؟ مش انت هتطرح المعادله تحت غير كل اشاراتك. هو فعلا الطرح بيغير الاشارات، يعني ده سالب خلوه لي موجب، مش دي خالص، ده اصلا الواحد اللي مش اشاره ده كان موجب، خلاص خليه سالب. وراح دماغي واتعمل على الاله بقى، صاد ناقص صاد ضاعت، ده بقت 1 زائد 2 مش ناقص 2، 1 زائد 2 3، وانزل السين ما بنتبعش السينات، و7 ناقص 1، 7 دي بقت ناقص 1 بقى سنة. بس الحمد لله كده انا تخلصت من الصاد، انا تخلصت من الصاد، ما عادش فيه صاد، بقت المساله معادله زي سنه 5 ايه؟ فيها سين. طبعا احنا عارفين ان المعادله دي كنا بنحلها ازاي؟ كنا الثلاثه دي عشان جنب س كده معناها انها مضروبه في السين، بنتخلص منها دلوقتي بالاسم. وفي ناس يقولوا على 3 على 3، الاثنين صح. طب انا لو تخلصت منها بالاسم يعني دي بقت س تساوي 6 على 3 ثانية. حلو قوي، ما هحل المعادله يعني عايزين نطلع س بكام وص بكام؟ ادي احنا طلعنا الس، ادي معنى كلمه حل المعادله او مجموعه عدد، يعني طلعنا الس بكام وص بكام؟ ادي احنا طلعنا الس، فضلنا نجيب الص. نجيب الصاد ازاي بقى؟ الصاد نجيبها بالتعويض في اي معادله منها، اي واحده فيها صاد وسين، يعني اللي عاوز فيها صح، اللي عاوز فيها صاد، معاوض في اي واحده خلاص. وراحت مش اول معادله كانت بتقول ايه؟ بتقول صاد زائد سين يساوي 7، نقوم شايلين السين ده هنا يمين وحاطين بدالها 2، انا جبت السين ده شيلها احط منها احط 3. طب ما انا دي معادله برضه بتاعت سنه 5، اودي الاثنين بعكس الاشاره، يعني السالب يبقى ص بتساوي 7 ناقص 2 يعني ص بتساوي 5. انا جبت س وجبت ص، شكرا. مجموعه الحل من حاضر مجموعه الحل او فتح القوسين بتوع المجموعه الاول، مش كده بيقول في حرف 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 ده، يعني عايز الاجابه تطلع كده زوج مرتب، الاجابه تطلع كده زوج مرتب، يعني س مع ص فاتحين زوج مرتب كده اهو، نكتب الس ب2، نكتب الص ب5، ونقوم قافلين عليهم قوس المجموعة. دلوقتي وريني لي المعدتين دول، انا ملاحظ السينات مش شكل بعضها، يعني هنا الس دي جنبها 1، كان جنبها 1 اهو، احنا عاملينهم تحت بعض كده، س زائد 3 ص تساوي 1، ودي 3 س. اولا انا امنت نفسي ان السينات تحت بعضها، الصادات تحت بعضها، الاعداد اللي من غير سمات ولا صاد تحت بعضها، وبعد دي سمات. في حل عام انا اقوله يا جماعه يريحك، سواء السمات شكل بعضها او مش شكل بعضها، او الصادات شكل بعضها او مش شكل بعضها، طبقه على جميع المسائل وراح دماغك. ايه هو الحل ده؟ بص بقى معايا، السين دي معادلها 1، العدد اللي قبلها 1، والسين دي العدد اللي قبلها 3. بص انا هعمل ايه؟ قوم جاي عامل على جنب كده، هضرب في ايه بقى؟ بص هعكس الكلام، يعني ايه هعكس الكلام؟ ده دي بادئه بواحد هضربها في 3، طب دي بادئه ب3 هضربها في 1، يعني العكس، اللي بادئه بواحد هضربها في 3، واللي بادئه ب3 هضربها في 1. ايه كمان؟ مش احنا كنا بعد ما نخليهم شكل بعض بنطرح؟ لا انا عشان اريح دماغي كمان من خطوه الطرح اعمل ايه؟ اغير يا اشاره ده يا اشاره ده، الرقمين دول اغير واحد منهم، يعني ده موجب واحد خليه سبب واحد. يبقى تاني انا لقيت كده واحد هنا ثلاثة، هو عكس اللي بادئه بواحد هضربها في 3، المعادله دي هضربها في 3، واللي بادئه ب3 هضربها في 1. ده اول خطوه. تاني خطوه هنعكس اشاره يا اللي فوق يا اللي تحت، اعكس انت اشاره اللي تحت، يعني ده موجب واحد خليه سالب واحد. بص بقى المعادلتين مسارهم يتحول تماما. تماما ازاي؟ الثلاثة دي هتضرب في كل الأعداد، 3 في 1 ب3، 3 في 3 ب9 ص، 3 في 2 ب6. بص المعادلة الأولى اتغيرت شكلها ازاي خالص؟ المعادلة الثانية هتضرب كلها في سالب 1، يعني سالب 1 في 3 يديك سالب 3 ص، سالب 1 في 4 يديك سالب 4 ص، سالب 1 في 6 يديك سالب 6. بصوا يا جماعة المعادلتين معادلين صح، اتغيروا تماما، اتغيروا تماما شكلهم. دي المعادله الاولى بقى شكلها عامل ازاي؟ والمعادله الثانيه بقى شكلها عامل ازاي؟ ابتدي بعد كده بقى ايه؟
كده بقت سهله بقى. لان لما اقول 3 س ناقص 3 س هطفي، شكرا. موجب 9 ناقص 4 هتديني 5 ص، 6 ناقص 6 هتديني 6. تمام، يبقى انا كده تخلصت من السينات وادي الصادات اقدر اجيبها. طب هتجيبها ازاي؟ تخلصت من العدد دوت تجيب القسمه. او في ناس يقول على 5 على 5، صح؟ يبقى الصاد هتساوي صفر. حلو، طالما انا جبت الصاد اقدر اجيب السين. طب هتجيب السين ازاي؟ قال لك اي معادله تعجبك. انت عندك دلوقتي اربع معادلات فيهم سين وصاد، ادي واحده ودي واحده فيها سين وصاد ودي واحده فيها سين وصاد ودي واحده فيها سين وصاد. اي واحده تعجبك يا باشا عرف. خلينا في اول واحده، اول واحده كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول سين زائد 3 صاد يساوي صفر. انا اشيل الصاد دي، انا جايب الصاد ده بصفر، اعوض على نفسي. بس انا جبت الصاد اهو كده معاد في اول معادله، جبت السين كده معاد في اول معادله طلع الصاد. بس خلاص بقت المساله سهله، 3 بصفر 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 دي بالصفر. لو انت نقلت معاك الاشاره مش فارقه معاه اصلا، هيبقى 2 ناقص صفر يعني سين بصفر. لما اجي اكتب مجموعه الحل يا جماعه اكون حريص. حريص ازاي؟ مجموعه الحل لازم اكتب مش مزاجنا، ده طلع الاول الكتب الاول عشان كتب صفر واتنين، لا السين الاول وبعدين الصاد لازم. هو اسمه كده حاصل الضرب الكارتيزي او الكارتيزيان برودكت، لازم لازم يكون السينات وبعد الصاد، يعني اكتب السين الاول واتنين ثم الصاد والصفر. بعد ما تعملهم في مرتب كده كمان تعمل ايه؟ نقفل عليهم كده، نقفل عليهم.